مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي أهم الأخبار والأحداث اللي تحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هيتوجه النهاردة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في زيارة لبيروت تستغرق يوم واحد لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية. الزيارة بتستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان اللي بيستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، وبتهدف أيضاً لتشجيع التوصل لتفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمر بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى اللي بيمر بيها. النهاردة هيعقد المسرح القومي مؤتمر صحفي بمقر المسرح بميدان العتبة بمناسبة اكتمال 60 ليلة عرض المسرحية مش روميو وجولييت واقتراب إيرادتها من تحقيق 1,000,000 جنيه بمشاركة نجوم العرض وصناعه وعلى رأسهم الفنان علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل. ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجآت خاصة بالعرض فضلاً عن تكريم بعض الشخصيات اللي دعمته. النهاردة هيعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة باتريس موتسيبي اجتماع للجنة التنفيذية لمناقشة مباحثات موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 14، بيأتي الاجتماع تمهيداً لاجتماع الجمعية العامة العادية 46.